السلام عليكم. بعد اخر مقطع من سيربح المليون مع جورج فلاح وصل لمشاهدات 7.7 مليون و900 الف لايك، ولكن الاهم هو التاثير، فلنتكلم عن التاثير. عدد المليونيريه في العالم في وقت اللي نزل فيه المقطع كان 56 مليون مليونيري في العالم. بعد ما مضى من المقطع 8 شهور اصبح عدد المليونيريه في العالم 56 مليون. المشاهدات كانت عاليه بس التاثير لا، ما كان ذاك التأثير، ولهذا قررنا أن نستدعي جيش خل الكرم قصر مبنى فاتح باب وظيفنا لعل أخوي جورج فلاح اللي بينها مناقصات وأعمال استثمارية ما قدر إنه يأثر في المقطع الأخير اللي نزل، ولكن الشيخ أبو فلاح بإذن الله يأثر ذاك التأثير. بكل بساطة، من سيربح المليون؟ 15 سؤال إلين توصل للمليون، وبإذن الله اليوم مع الشيخ أبو فلاح راح يفوز واحد بالمليون. طبعا لأن إحنا بشهر الفضيل، شهر رمضان. أهلا رمضان يا شهر الإحسان، شهر الغفران، رمضان 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 رمضان. الأسئلة بكل بساطة راح تكون أسئلة دينية، لا تنسوا زر اللايك. فلنبدأ معاك يا شيخ أبو فلاح في مسابقة من سيربح المليون، بتشارك معنا ولا كيف؟ هل هذا صدق ولا ضحك؟ لا صدق صدق، ما عليك مو جرافيك، تبي تشارك معنا ولا كيف؟ ترى ممكن تفوز بمليون. ديب أسجل. تبي تسجل؟ أنت ما تبي تفوز بمليون؟ هذا سبب ليش الناس ما قاعد يصيرون مليونيرية. أوكي نبتدي معاكم أول سؤال، أول شيء الاسم الكريم. حسن. حسن. حسن؟ حبي ما يحتاج فايز معانا، انت 100 درهم يا حبيبي. السلام عليكم. وعليكم السلام. كيف الحال؟ هل انت مستعد في اكبر مسابقة بالشرق الاوسط من سيربح المليون وتكون مليونير ان شاء الله؟ ايه مستعد. انت ابو فلاح صدقي؟ انا ابو فلاح، الشيخ ابو فلاح. يلا. هذا السؤال بقيمة 100 درهم. يلا. ما هي اول صلاة فرضها الله على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم؟ يعطيكم العافية يا جماعة. واضح واضح ما راح تعرفون. فجر، ظهر، مغرب، عشاء. مغرب. أكيد؟ أكيد. أوه أقول لك غلط. اختار جواب ثاني. شوف شيء العشاء. شوف هذه أنا ما سويتها إلا لكم ووجهكم. حبيبي. حبيبي، جواب ثاني، تفضل. العشاء. أكيد؟ إيه. وأقول هذا غلط. لا الظهر. المهم محتاجينها بنروح المول نتعشى. والله ابشر الظهر صح. ابشر. تكمل ولا خلاص؟ اكمل. ما هي الصورة الملقبة بقلب القرآن؟ الكهف. الكهف ثلث القرآن. اجلها في ثلث القرآن. بس انا عجبتني الثقة والله. ثبت الكهف يعني انا ما قلت لك الاختيارات حتى. اوكي قول. سورة هود، سورة الجمعة، سورة ياسين، سورة البقرة. 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 البقرة، شوف غششتك. البقرة احذفها. عندك ثلاث، عندك ثلاث. وعندك حذف اختيارين ترى. انا حذفت لك ثلاثة وعندك حذف اختيارين. ايه. تبي تحذف اختيارين؟ ايه. جواب واحد، اختيار واحد. ياسين. ياسين. ما عندك غيره، صح عليك! 200 درهم! كفو، والله كفو. هات توقف وتروح تتعشى. نوقف؟ نكمل. نوقف لك. اسمع صاحبك هذا بيوديك ورا الشمس. نكمل. الله كمل كمل. متى تسن سجدة الشكر؟ سجدة الشكر؟ شو سؤال؟ متى بالضبط في الصلاة تسجد سجدة الشكر؟ سجدة الشكر داخل صلاة، داخل الصلاة فقط. غشاش غشاش غشاش. من غش فليس منا. اسمع طلعني تف... طب لحظة طلع تف... شوف 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 عينك شوف ولك برا برا انت وياه برا برا. كل شيء يروح منك او ترجع للسؤال اللي قبله 200 درهم، مالك غير ال 200. خلاص اوكي خلاص ال 200. ارسل لي رقمك. شنو رسالتك للناس؟ والله يا ناس صوموا بلا فطور، يعني لازم تصومون عشان تاخذ الحسنات، والصيام شيء جميل انك تاخذ حسنات وتختم القران ان شاء الله. ان شاء الله تختم القران وتكسب الحسنات. وش كنت بعد؟ اقرا القران بس. ايوه اقرا القران، اختم القران. لا تفطرون، والدواخه ابدا مو بزينه، لا حد يدوخ. هو احسن يوتيوبر في دبي. احسن يوتيوبر في العالم حبيبي والله. وحط 500، حط 500 درهم يا وحش غلط. السلام عليكم، معك الشيخ ابو فلاح في مسابقه من سيربح المليون. جاهز معانا انك تفوز بالمليون؟
نعم. بسم الله نبتدي بأول سؤال. ترى أنت شهر 12 تاريخ 18 نفسي ها؟ أنت شهر 12 تاريخ 18؟ أي والله العظيم. والله بس أبشر، ركز معاي. ما أول سؤال؟ عيسى ابن مريم، ما هي اسم أمه؟ مريم. مريم. حلوة منك، عتذيري طيب ألفك. هذا صح عليك، أول 100 درهم ما شاء الله عليك. أنت فاتح بث؟ عندك مشكلة بالتصوير؟ لا في اليوتيوب. لا في اليوتيوب. ليش عذرنا أسرع؟ المفروض إني أستأذن إن رجلك بتطلع اللي فوق البطانية. ما عليك خلاص. من هو سيف الله المسلول؟ خالد بن الوليد. خالد بن الوليد. عليك 100 درهم ما شاء الله. لا 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 أنت تسمع، بقول لك شيء. انت بإذن الله راح تصبح من المليونيرية. لعبتي. لا تبي تكمل ولا لا؟ كمل. من الصحابي الذي قال له الرسول صلى الله عليه وسلم: لو أن لي 40 بنتا لزوجتك واحدة واحدة حتى لا يبقى منهن واحدة. أبو بكر الصديق، عثمان بن العفان، عمر بن الخطاب، ليو ميسي. أبو بكر. أبو بكر. هل أنت متأكد تبي تثبت الجواب؟ لا انا مش متاكد، مش متاكد. جميل جميل. اجل شكله هو بين عثمان بن العفان ولا عمر بن الخطاب، اختار واحد منهم يا صاحبي. اي مواليد انت؟ والله العظيم 18 12. والله يوم ميسي شلل كاس العالم كان يوم ميلادي. والله حتى انا كان يوم ميلادي. اسمع اسمع. عثمان بن عفان. هاي خلصني. عثمان. عثمان. متاكد؟ متاكد. والله ما شاء الله عليك مواليدي، اقسم بلاك يا مواليدي. ما شاء الله غير 100 درهم ما شاء الله تبارك الله. تبي تكمل معنا كم المبلغ؟ 500 درهم. 500 كمل. من اول من امر بتجميع القران الكريم؟ ابو بكر الصديق ولا علي بن ابي طالب ولا عمر بن الخطاب ولا ياسر الحزيمي؟ ياسر. ياسر. ياسر الحزيمي. يا اخي والله اني متردد يا اخي. صبر صبر. توكلت على الله. توكلت على الله. ياسر. ياسر. ياسر الحزيمي. يا اخي صبر 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 صبر. ياسر الحزيمي ما شاء الله، يعني في بودكاست، في بودكاست قريب قبل شهر جاب 34 مليون مشاهد ما شاء الله. ياسر. لا 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 لا. ايش السؤال؟ ايش السؤال حزيمي؟ لو سمحت اعطينا جواب. ترى عندك اختيار، حذف اختيارين. ها؟ عمر. عمر. عمر بن الخطاب. متاكد؟ ان شاء الله. ان شاء الله تبي تثبت جوابك وانت ثبت جوابك. فعمر بن الخطاب. ابو بكر. ابو بكر. ها ابو بكر. ايوه. ما يعني انت شوف، ترى احنا ما نسمح ان نتاكد وهذا، بس راح امشي لك اياه. تاكد. ابو بكر. ابو بكر. نعم صح عليك. 500 درهم حبيبي. كفو عليك وربي شيخ. وربي شيخ ما شاء الله عليك. اسمع الان وصلت 500 درهم. تبي تكمل معانا؟ لان السؤال اللي بعده السادس راح يتضاعف الرقم من 500 ل 1000، ولا تبي توقف؟ انت ايش تشوف؟ اللي اقدر اقول لك اياه من عندي ما في مساعده طالع. 18 12 تاج راسي يا حبيبي. خلها 500. مسابقة من سيربح المليون يا صاحبي، ما امزح معاك، في قابلية انك تفوز بمليون اذا تلعب معانا بهالمسابقة. اسئلة وكل سؤال يزداد معاك المبلغ، اذا تبي تنسحب تاخذ المبلغ اللي وصلت له. بس اوكي شنو هو؟ نبتدي معاك باول سؤال اللي بقيمة 100 ريال. ايه؟ سؤال الاول. سؤال الاول. بسم الله. من هو اول فدائي في الاسلام؟ شنو؟ فدائي. بعطيك اختيارات، بعطيك اختيارات. يلا اوكي. عندك اربع اختيارات لكل سؤال، وعندك وعندك مساعده واحده، حذف اختيارين. يلا روح. ترى معانا مطوع ما شاء الله تبارك الرحمن. واحد يلا. علي بن ابي طالب، ابو بكر الصديق، عمر بن الخطاب، حسن بن سليمان. حسن بن سليمان. حسن بن سليمان. حسن سليمان. انا يا حبيبي هذا انا. هذا انا. اذكر الله. وين الشيخ المطوع اللي معاكم؟ وينه؟ وين المطوع؟ هذا اول سؤال يا رجل. اذكر الله. عيد عيد عيد. من هو اول فدائي في الاسلام؟ علي بن ابي طالب، عمر بن الخطاب، ابو بكر الصديق، حسن بن سليمان. ارميه. ها ارميه. علي بن ابي طالب. تاكد انت مثبت؟ شباب مثبت ولا ما ثبت؟ ثبت ثبت. وصح عليكم اول 100 ريال. كفو 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 ما شاء الله تبارك الله. اي الايادي نبي نشوف الايادي. نعم. طيب بسم الله. هذا سؤال جميل. ما اسم ام عيسى بن مريم؟ ما اسم ام عيسى بن مريم؟ اي نعم. مريم ابنه عمران. تدري ان هذا فخ والله قدرت تجيبه. كفو عليك. الصحابي الذي دفع عن النبي في معركة احد حتى شلت يمينه. اربع اختيارات. زيد بن حارث، حمزة بن عبد المطلب، طلحة بن عبد الله، اربعة كريستيانو رونالدو. لحظة دقيقة دقيقة. شوف يا حمزة يا حمزة يا حمزة بن عبد المطلب يا طلحة بن عبد الله، اختار واحد منهم. شوف طلحة من قطعتي. انا اعرف حمزه بن طلب مات استشهد وهو شايل الرايه، صح ولا مو صح؟
نقول طلحة ابن حارة. الله معلوماتك حلوة يا أخوي والله. الله معلوماتك طيبة. وانتوا ال 400 ريال ما شاء الله. ما شاء الله 400 ريال يا رجل. كفو عليكم. يا الله يستر شكلنا اليوم بنفلس. لا حول ولا قوة الا بالله. بسم الله. من هو الصحابي الذي ذكر اسمه في القرآن الكريم؟ زيد. انت بتفلسنا صح عليك. لا اله الا الله. لا يا والله ما بعد. وقف صحابة وقف رضي الله عنهم. اوكي الان معك 500 ريال ما يعني الان السؤال السادس كل ما يتضاعف المبلغ يعني 500 السؤال اللي بعده 1000 اللي بعده 2000 فهذا السؤال اذا جاوبته صح 1000 ولكن اذا اخطيت كل شيء راح منك. تبي تكمل؟ كمل. من هو النبي الذي كان لا 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 جيب لا جيب نبي تبي نبي طيب. من هو النبي الذي دعاه كان ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء؟ أربعة دقيقة عطني خيارات. عيسى بن مريم، موسى، زكريا، والرابع محمد صلى الله عليه وسلم. زكريا عليه السلام. هل أنت متأكد؟ إيه ثبت زكريا. انت ليش انت اللي تجاوب؟ ليش الباقي ما يجاوبون؟ صح عليك يا رجل. لا اله الا الله. لا اله الا الله. لا حول ولا قوه الا بالله. اوكي السؤال السادس والاخير يلا. لا اوف يعني بترحمنا يعني بتقول الاخير؟ الله يعطيك العافيه. الله يعطيك العافيه. دقيقه شباب. تم السادس والاخير بس على نبي ما ابي صحابي نبي. على نبي؟ طيب ويكون الاخير يعني. الاخير اي. طيب. ما هي أول صلاة فرضها الله سبحانه؟ صلاة الظهر. أطلع برا! أطلع برا! لا يا أنا فلست يا رب يا فلسنا! لا حول ولا قوة إلا بالله! لا إله ما شاء الله تبارك الرحمن! ما شاء الله نعم سؤال! أنا بسألك سؤال الحين فضل طال عمرك. من النبي الذي توفاه الله بالشجرة؟ قتله قومه بالشجرة. ذكرنا اسمه من الانبياء كان موجود من الانبياء اللي ذكرنا. طيب لو اجاوب ايه مالك شيء. اسمع خششني خلني اطلع بصراحه من الباص. اسم ابنه يحيى. ايه زكريا. اي عليك رايك. زكريا رضي الله عنه. حبيبي يا شيخ فعليك متثقفين بديننا الحمد لله. معك 2000 ريال الحين تبي تكمل ولا هذا؟ لا 2000 ما نطمع الحمد لله يا رب. يعني توقف؟ ايه على 2000 اجل على البركه يا صاحبي ما شاء الله تبارك الله. توقع كم عمري؟ توقع منك كم عمري؟ طال عمرك شوف هي والله على العلم اللي عندك ما شاء الله تبارك الرحمن يعني حدود 26 27 عمري 15 سنه. عمري 15 2007 شهر 11. ايوه قاعد اسمعك. السلام عليكم. عليكم السلام. الو اسم الكريم؟ عثمان. يا مرحبا عثمان. تشارك معنا في من سيربح المليون؟ نعم 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 نعم. من هو المؤذن الرسول الذي كان يؤذن في المدينه؟ بلال. صح عليك ما شاء الله حبيبي. لازم نعرف بلال انا وياك. الى اين كانت هجره المسلمين الاولى؟ الاختيارات حبشه، طائف، مكه المكرمه او المدينه المنوره؟ عادي جاوب. شنو؟ مكه المكرمه. مكه. هو كان بمكه. مدينه. صح عليك يا رجل. ما شاء الله. والان معك 300 ريال او 300 درهم. تمام تبي تكمل لل 500 ولا توقف؟ في الصومال نستعمل الدولارات. اجل خليني اقول لك دولار بالضبط. انت تتابعني من 3 مليون. ولك الله يبارك ولك الله يسعدك حبيب قلبي الله يسعدك. سؤال ال 300 درهم. بماذا تستفتح الصلاه في الاسلام؟ بماذا تستفتح الصلاه بالاسلام؟ اول شيء تسويه اول ما تصلي تكبير الاحرام، الركوع، السجود، دعاء الاستفتاح. انت مسلم؟ يا لما تروح تصلي شنو اول شيء تسويه؟ تكبير. يعني تكبير الاحرام صح؟ يعني جواب السؤال تكبير الاحرام؟ يا
الله يسعدك يا حبيبي، صح عليك 380 دولار اخويا من الصومال حبيبي والله. تبي تكمل معانا للسؤال اللي بعده؟ نعم. ما هي الصورة التي نزلت دفعة واحدة؟ صور القرآن الكريم كانت تنزل بأجزاء بآيات، هذه الصورة الوحيدة التي نزلت دفعة واحدة. صورة المدثر، صورة العلق، صورة الكوثر، صورة الفاتحة. اسمع 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 اسمع، أول ما تصلي أنت قلت لي تكبيرة الإحرام أول شيء صح؟ بعدين أول ما تكبر شنو ثاني شيء تسوي؟ فاتحة. أجل الجواب شنو؟ الفاتحة. الله عليك، ومية واربعين دولار حبيبك، أبو عليك. إذن اسمع 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 اسمع، تكمل معانا معانا معانا. إذا تكمل السؤال اللي بعده 270 دولار يا حبيبي. شوف وجهك شوف وجهك. واسمع ترى عندك مساعدة حد في اختيارين، لا تخاف. اللي متكمش يعني أعلى حد. اوه خايف خايف تجيك صدمة إذا سمعت على أحد، يعني هي شوية صعبة يعني، بس يعني أعلى حد 300,000 دولار. 300,000 دولار. أيوه. واك الله يسعدكم يا أهل الصومال، واك حبايب قلبي السودان الصومال. حبيبي إذا جاوبت السؤال هذا بتاخذ 270، تمام؟ تبي تكمل ولا توقف؟ عندك مساعدة، حذف اختيارين. كمل؟ كمل. في أي عام تم فتح مكة؟ السادس في الهجرة، السابع للهجرة، الثامن للهجرة، التاسع للهجرة. خذ راحتك. تبي حذف اختيارين؟ نعم. اوكي نعم. السابع للهجرة ينحذف، وايضا الثامن للهجرة ينحذف، يبقى معاك اختيارين اللي هو السادس للهجرة والتاسع للهجرة. سادس للهجرة. ها؟ اسمع. سادس للهجرة، سادس. السادس للهجرة. تبي تثبت اكيد؟ لا انت خلاص انت تبي تثبت. انت تفهمني؟ والله قاعد تفهمني غلط، مو قصدي اني اخوفك. تبي تثبت لازم اسالك سؤال، تبي تثبت سادس للهجرة ولا الثامن للهجرة؟ تبي تثبت سادس للهجرة. طيب انت الان جوابك تثبت خلاص، قبل لا يطلع الجواب صحيح او الخاطئ ودي اسالك شو اللي خلاك تتوقع هو السادس للهجرة؟ والله اول واحد هو أول واحد. إذا طلع الجواب صحيح فأنت أخذت مبلغ 270 دولار. 270 دولار في الصومال يعني تسوي شيء طيب ولا كيف؟ والله راتب راتب شهر واحد. راتب شهر واحد. زي لو خذيت 270 دولار شو راح تسوي فيه؟ والله لابتوني هذا اللابتوب عندي ان 4 رام و 500 جيجا. أوكي. بتطور يعني ازيد 30 دولار واشتري لابتوب جديد باذن الله الواحد الاحد يا اخوي عثمان. باذن الله الشيء هذا تسويه ان شاء الله في مره قادمه، لان انا بقول لك انت لازم تسوي اللي اكبر من كده. هو فايز صح عليك 270 دولار يا وحشي، صح عليك يا وحش صح عليك. اسمع اسمع ركز معي، تبي تنسحب انسحب واخذ المبلغ 270، ولكن اذا كملت السؤال اللي بعده بقيمه 500 دولار. تكمل؟ نعم باذن الله الواحد ان شاء الله يكون اختيار سديد باذن الله. اجل اسمع السؤال اللي بقيمه 500 دولار. متى تصلي صلاة الوتر؟ بعد صلاة الفجر، بعد صلاة الظهر، بعد صلاة المغرب، بعد صلاة العشاء. ما عندك تعرف صلاة الوتر اللي هي بعد صلاة العشاء؟ بعد صلاة العشاء؟ خلاص تثبت. والله يا عثمان صح عليك يا وحش، و500 دولار ما شاء الله، كفو عليك. اي نعم يا الله يا الله يا الله، والله انك تستاهل يا عثمان، والله انك تستاهل. واسمع جيب اللابتوب الجديد وطور كمبيوترك وبي سيك وكل شيء، واذا قدرت اتبع حلمك وسوي الشيء اللي تبيه واصنع محتوى اللي تبيه. كفو عليك انت تستطيع يا وحش. الحمد لله. تبي تستاهل ولا تكمل؟ تذكر اذا تجاوب غلط كل شيء يروح، اذا تبي تكمل المبلغ الجاي بقيمه 1,100 دولار. اوكي اكمل، لكن هذا السؤال استخدم المساعده. ما في اي مساعده، خلصت كل المساعدات.
أكمل. تمام يا عثمان، الله يعطيك الف عافيه اخونا من عثمان من الصومال. عطني رقمك عشان اتواصل وياك ان شاء الله ونرسل لك احلى تحيه. ارسل لي، اكتب لي رقمك بالشات. ترى اسمع، شوف شلون مركز وهو قاعد يكتب الرقم، ما يبي يخربط او يجيب العيد ابدا، لو خربط كل شيء راح. اهلا رمضان ويا، وهذا صوتك ما شاء الله، وجهك طلع وشنب ولحي ما شاء الله. شهر الغفران شهر الغفران.